One for men, one for women. One for men and one for women. One for men and one for women. أتواجد بمكان تسخينات العدائيين استعدادا لإعطاء انطلاقة على الساعة 8 صباحا إذن استعدادات العدائيين كانت سخينات العدائين المغاربة والدوليين المشاركين فبدينا المباشر ديالنا غيتوقف بعد كان انتقل الى مكان الانطلاقة فتنقربكم من كل صغيرة وكبيرة مجموعة كبيرة من المشاركين المغاربة والدوليين خاصة الرائدين في مجال السباقات على الطريق كإثيوبيا كينيا أوغندا تلاحظوا معايا الآن في هذه الصبيحة الجميلة وجو هادئ سخينات مجموعة كبيرة من العدائين الكينيين والإثيوبيين إضافة إلى العدائين المغاربة وغنشوفوا اليوم باش نعرفوا شيء مهم وانه سيكون المغاربه الاوطان المغاربه الند للند مع اولا تبارك الله عليك ولدي الله يعاونك الابطال الكينيين الاثيوبيين البطله حنان قلوز ستشارك في الماراثون فأبطال المغاربه كما قلت ستلاحظون وستكون منافسه مغربيه كينيا اثيوبيا
لا في الماراثون ولا في نصف ماراثون، لا في إناث ولا في الذكور. سيكون المغرب حاضر بقوة وسيعطي صورة جميلة كالعادة، صورة جميلة لألعاب القوى المغربية. فأظن بأنه بالنسبة للإناث الماراثون هناك فركوسي، هناك رحمة الطاهري، هناك المقيم، هناك قلوز، هناك أسماء أخرى. فاش من يقول لك شخصيتي ولا لا، حنا دائما. وبالنسبة للذكور هناك القمري، هناك الطريس، هناك الهودادي، هناك العلامي، هناك أسماء أخرى، هناك بوقنطار أيضا، هناك أسماء كثيرة نشوفها غنقولها. وبالنسبة للنصف ماراثون هناك الشيتشن، بالنسبة للنصف ماراثون بنات هناك أتنال، وهناك أسماء أخرى بطبيعة الحال فسأتعرف عليهم خلال السباق. فخلال السباق نتعرفوا على الجميع. احنا الان في صبيحه كما قلت لكم، واحد صراحه واحد الحديقه من اروع ما يكون اخواني اخواتي، باروع ما يكون. ففي الماراثون كاين عداء عنده اقل من ساعه 59 57 عداء اللي مرشح، ولكن على الورق لان بجانبه سيكون هناك حضور ديال العداء المغربي الشيتاشن عمر الفائز بالدوره السابقه. كذلك هناك عداء ولا عدائين في الماراثون، ولكن هناك القمري ايضا، وهناك طريس، هناك الهودادي، هناك كما قلت لكم غيكون ماراثون جميل جدا، جميل جدا، غيكون ماراثون صراحين فرجة. حنا معكم البارح في لايف مع 3:30 الليل، هاو جيو تلقاوني اليوم عاوتاني. السلام عليكم، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم. حنا معكم لتقريبكم اخواني اخواتي. صراحة هذا الاسبوع كان فيه عمل كبير ومتابعة كبيرة، يمكن نقول لكم 40 لايف خلال اسبوع حول الماراثون. فاول مره تنوصل هذا الاعداد. اليابان حاضره في المغرب، ابطال اليابان واليابانيات حاضرات في المغرب، هناك حتى الصين ايضا. اما الدول العربيه فهناك الاردن الشقيق، تبارك الله عليك، اعانك الله، الله يعاون. ف هناك دول عربية أخرى مشاركة. الفركوسي ورحمة الطاهري على الصورة، الله يعاون. فالمغربيات حاضرات، نتمنى لهم التوفيق، الله يعاونك ولدي. فالمغرب حاضر بقوة صراحة، مجهود كبير وعمل كبير، واش نقول؟ ما نقول الله يكمل بخير، هذا ما يمكن لي نقول. أمامكم الصورة، أبطال المغاربة العلامي وبوقنطار والطريس ومجموعة ديال الأعداء المغاربة المتميزين. نرم امامي الان ف لبو زيدي الصديق ديالو، هادو جوج ديال العدائين من الجيش الملكي ديالنا غزال، تبارك الله، تبارك الله عليكم الاولاد، الله يعاونكم. مثقال من الاردن، البطل الاردني حاضر في المغرب، تحيه للشعب الاردني الشقيق. ولاد هازا غو محسن أوطلحة، مجموعة العدائين الإثيوبيين. فتنشوفوا الإثيوبيين تيسخنوا مجموعين، كاين تيسخنوا مجموعين هلكينيا. الإثيوبيين
إذا معي دائما في محل التسخينات في هذه الحديقة الرائعة الجميلة اليابان حاضرة. تبارك الله عليكم الكينيات. طيب من خلال الوجهة تنعرفوا الكينيات الإثيوبيات إخواني أخواتي. أخويا هادو كينيين أيضا. طاليان طاليان السلام عليكم الله يعاون عانك الله خي بوعقاد قلوس حنان تشفت تحية لك. حفظنا الأسماء إخواني أخواتي حفظنا الأسماء. صباح سقلي أيضا المراكشية العدائين ديال الجيش العدائين الجيش ما كاينش مجموعين بيناتهم وسيم وفتحي. تحية ليهم ها هما الدراري الله يحفظكم. فأنا تيبان لي الملاحظة ديالي أنه 31% ماشي إيليت تما داخلين هنا مرحبا بهم. فكاين عدائين لا علاقة لهم بالإيليت وهذا المكان مخصص لليليت. صباح النور الشباب اهلا صباح النور. ففي المباشر بين كل شيء بين كل شيء خويا الله يعاونك. فكل شيء بين في المباشر فمكان مخصص لليليت لي ساتليت اللي عندهم المستوى اللي عندهم يمكن توقيتات عاليه هما اللي غيسخنوا في هذا المكان باش يمشي يديروا انطلاقه. الله يحفظك اخوتي بارك الله فيك تحيه لكم الله يعاونكم. فاذا به تنشوف مجموعه الله يعاونك ولدي تنشوف مجموعه ديال الاعدائين. السي بن مزيان على الصوره امامي حاضر يراقب. ف سي قرشان ايضا على الصوره الاطر ديالنا حاضرين واقفين تيشوفوا الامورات ديالهم وحنا حاضرين معكم تنشوفوا. اها فجينا هنايا تنتبعوا معكم شفتوا معنا الناس يتسخن في ظروف جيده في وضعيه جيده ووضعيه مريحه وفي حديقه من اجمل الحدائق بالمغرب. هذا تيفرحنا حتى نشوفوا من المسائل هاد الناس غيجيو يشوفوا المغرب يدي واحد النظره جميله جميله معي واحد مجموعه ديال الاخوان. اسم كامل ايفيكاس هذا معروف على الصعيد الدولي سولتي في امريكا يعرفوا ايفيكاس. تبارك الله سي ايفيكاس كيفاش كانت الشهاده دابا حنا في البدايه في التسخينات كيفاش كانت الحديقه كيفاش كانت الاجواء. التنظيم غادي مزيان ان شاء الله نتمناو يكمل مزيان. سي علي الخليفي كيدير خويا عبد الله السحل والله الا اش نقول لك هذا الشيء واعر عندكم راه كنحس براسي في اوروبا. شكرا والله العظيم. علي الخليفي هو عايش اوروبا في هولندا بالضبط وود العاب القوى وكان عداء ودابا الان ماناجر تيجيب لي ساتليت ديالنا وجاي وتيشوف هذا الشيء. فهو تيحضر التدورات في هولندا عندهم روتيردام عند واحد مجموعه الماراثونات حتى المغرب تنظم في ظروف في اجواء جميله وامكانيات رائعه. هذا الشيء جميل جدا. تقدم المغرب 100% والله العظيم. شات الشوارع شتي المطاف شتي المطاف ولا ما شتيش؟ شتو والله جيت من تما تبارك الله والله. شوارع جميله نظيفه دنيا خضراء تبارك الله. رائع رائع. وهذا الباركور فين كيسخنوا كيدير والله ما تلقاه بالله في برا. شكرا على هذا الكلام الطيب. بصحتكم اخويا عبد الله بصحتكم. عزيز بوكرا عزيز بوكرا تا هو عداء وبطل سابق وباقي الشوكه ديال العاب القوى كاينه. ما كاينش سباق اللي في المغرب ولا خارج المغرب ما تلقاش فيه بكره تحيي سي بكره. بلا بلا كاين والو. سي با شكرا سي عربي الخوا تنظيم هائل صراحه استقبال العدائين هذه واحد اليومين هذه اللي كانوا تيستقبلوهم في المطارات هنا مدينه الرباط والدار البيضاء كان في واحد المستوى كبير. واليوم راه تنظيم البلاصه اللي استوى لي زاتليت ايليت راه بلاصه اوروبيه اوروبيه بحال امستردام البارك ديال امستردام بحال والو. عندنا المفاجاه راه الدراج ما اللي ربحت الماراثون الدار البيضاء راه ان شاء الله راه فورما الماراثون فادي هي اللي ربحت كازا بحال شحال؟ 10 دارت كازا 29 ولكن 29 كان اليافر ما كانش هنا اليافر والمطاف رائع ما فيش طلعه لا كله بلا وهذا هو اللي كيخلي والاجواء حتى الجو اليوم جو بارد. الله ما كانش الحراره هذا كاع عوامل كلها يمكن تعطينا نتيجه طيبه ان شاء الله. نتمنوا الخير الله ونشوفوا لابيل ان شاء الله. هانتوما شوف 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 الترسانه ديال الاعدائي المشاركين شوف اخواني هانتوما شوف 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 هاد الصور الجميله من مدينه الرباط
من مدينة الأنوار عاصمة المملكة. لا احنا احسن من لندن والله العظيم. شوف هذه المناظر هذه جميلة الحمد لله. هاد 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 الحديقة الرائعة الرائعة هذا المنتزه الجميل تشرف المغرب اخواني اخواتي وتفتخر تقول انا مغربي وتقول انا مغربي وافتخر لانه اللي غنشوفه في بلاد اليوم وغنشوف هاد الشوارع وغنشوف هاد المآثير وهاد المناظر في المغرب اقول بانني مغربي وافتخر لان تشرف المغرب. فاخواني اخواتي غنقطع غناخذ لقطه ديال دقيقه ولا دقيقه ونص وغنلتحق نقلب على الموتور حيت الا ما كانش الموتور ما كانش المباشر. فاحنا وعدناكم على انه غنقل لكم الماراثون ان شاء الله باذن الله والخوه غينقل نصف ماراثون وغتبعوا معنا. فمرحبا بجميع الدول العربيه الشقيقه اللي تتبعنا دائما تنقولها مرحبا بكم اليوم معنا. معنا واحد ساعتين ونص غتبقاو قصارين معنا اليوم. فمرحبا بكم. هانتوما تشوفوا الصور الرائعه الجميله سبحان الله العظيم. حتى تمشي شي مكان جميل الصوره تكون جميله ما شاء الله واضحه. بعد احيانا تتصور وتطلع الصوره الصوره ما تطلعش تطلع ما عطاش يوقع الهاتف وشي يوقع ما نعرف اش يوقع عينينا تضببوا علينا وكي حتى تمشي شي حاجه جميله. الله جميل ويحب الجمال. المقيم وظن بانها بنشتكي في يدك. فالمشكل اللي باقي عندنا هو انه بعض العدائين تيسمعوا بان هذا المكان فيه اليت هما تيدخلوا تيوليو اليت تيخصهم يتزاحموا معاهم تيخصهم يمشيو للديبار يتزاحموا معاهم هنا تيوقعوا بعض الاشياء ديال لي فو ديبار لان واحد داخل متسوس ما عندوش المكان ديالو تماك وداخل في حين خصو يمشي يلعب مع الجمهور يمشي يلعب مع الناس العاديين تيتزاحم مع الابطال العالميين تيتزاحم مع مول دو زور سانك. هو عنده 3 زور 5 تيتزاحم مع 2 زور 5 وهذا فين تتوقع تيبقى يتزاحم معاه وتيبقى يقلع قبل منه ما فهمتش وما نعرف. اذا اخر اللقطات لان ما سخيتش هذه اللقطات الجميله ما سخيتش هذه المناظر الجميله هذه الصوره الواضحه ما سخيتش بها. اذا هام خليك معايا هذه الصوره اللي جايين فيها واحد المجموعه ديال الكينيين والاثيوبيين غناخذها وغنمشي المكان الانطلاقه. الو وي صافا غتشاركي ولا غتشاركي؟ لا انا داكشي ديال الديجيتال فيديوهات انستغرام. واو اشنو علاش اشنو سي جولي. اذا امامكم الصوره اخواني اخواتي امامكم الصوره الاولاد هادي اللي غادي يمشي في الماراثون ولاد شتي تشرع الصوره ما عرفتش شتي تشرع عمر صاحب الرقم القياسي الماراثون الناس ماراثون مدينة الرباط. انت انا غادي نجي للديبار انا خدنا الساعة 7:07 7:07 اذا اخواني غنودعكم وغنمشي للانطلاقة. شكرا على المتابعة نلتقي بعد قليل عند الانطلاقة. شكرا لكم على المتابعة.